الله يمسيكم بالخير. بستعرض انا وياكم نظام iOS 13 اللي مقرر انه في 19 سبتمبر يصدر، وكل واحد في جواله حتى لو كان قديم يقدر انه يحمل النظام. اول شيء الوضع الليلي، بحيث انك تخلي الوضع الليلي مو بس في التطبيقات، في نفس الواجهه حقه النظام بشكل كامل، من الشاشه هنا من شاشه العرض الوضع الداكن زي ما احنا شايفين، مو بس في التطبيقات تويتر والشغلات هذه، لا جميع النظام. الشغلة الثانية اللي بوجهة نظري انها مهمة وفيها فرق صراحة، الفيديوهات. اول كان تحرير للصور بس، الفيديو تقصه قص، الان تقدر الحجم نفسه، من اول تقدر تقصه من البداية والنهاية، الحين لا، تقدر تمسك جزء من الفيديو من فوق ومن تحت وتقصه وتحرر عليه. ومن الأشياء الجميلة رفع الصوت وخفضه في النظام عندكم 12، الرفع والتنزيل يكون في النص الآن على الطرف، ويقدر الواحد حتى بشكل سريع، وحتى السايلنت أنك أنت تحط على السايلنت صارت فوق بشكل مرتب، يعني الشاشة خلاص ما تكون في الوسط وتزعجك. ومن أحلى المميزات في النظام الجديد أن داونلود مانيجر في وسط المتصفح، يعني فيديو في وسط المتصفح، أول تأخذ الرابط تروح تحطه في تطبيق عشان تحمله، الحين شوفوا شلون تعلق عليه تنزيل الفيديو المرتبط، خلاص هنا هذا هو جالس يحمل، يعني ما يحتاج تطبيقات ثانية تنسخ الرابط وتروح تحملها، تحمله من متصفح.